بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي بفيديو جديد، وحياكم الله معاي بيوم جديد. أسأل الله لي لكم بهذا اليوم الخير والرزق الوفير وراحة البال بإذنه. الحين تعالوا معاي كذا، خلونا أبدأ معاكم طريقتين بالتفريز، متأكدة بإذن الله تعالى راح تحبونهم. بس قبل ما نبدأ الفيديو وكالعادة جيبي شيء علشان تشربينه، هالمرة كثري لأنه الفيديو طويل وشيق ومفيد وممتع. يلا معاي نبدأ الفيديو. حياكم الله. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم نوعين من أنواع المفرزنات، فيك تفرزنينهم وفيك تاكلينهم طازج. مسوي مع بعض ألذ حاجة كنا نحبها اللي هي المعمول والقهوة التركية. بنفرزن المعمول وكمان راح نفرزن القهوة التركية. بعطيكم طريقتين كذا راح تشكروني عليهم وتدعون لي فيهم، من ألذ أنواع المعمول وبرضو طريقة القهوة التركية الأصلية العربية بنسويها كمان وبنفرزنها. يلا الحين أول شيء خلونا نحط القهوة على النار وبعدين نرجع للمعمول لأن القهوة تطول. أول حاجة راح أسويها معاكم القهوة التركية، تمام؟ أنا هنا حاطة طنجرة على النار. الطنجرة هذه يا بنات فيها شفتوا برقان المي، البرقان اللي هو الجيك حق المي، عرفتوه؟ أنا حاطة هنا أربعة جيك مي علشان ما تهين مني، أربعة جيك مي. عندي هنا قهوة تركية مطحونة. تاخذين البن الغامق، تمام؟ البن أغمق شيء اللي هو الأسود، والبن الفاتح، تمام؟ تاخذين من كل واحد، يعني تقولين أخلط لي إياهم لحدات ما يصير لي ربع كيلو، ياخذ لك من هذا شوي ومن هذا شوي يطلعون ربع كيلو، فهمتيني؟ إذا أنت حابة ضاعفين الكمية ضاعفي المقادير، اتفقنا؟ يعني الكل ربع كيلو قهوة تركية، عندك هنا خمس جكات مية، وهذا الهيل بنرجع له بعدين. أنا عندي هنا هيل، بحتاج ملعقة هيل كبيرة مطحونة. بس أول شيء عندي المي، بفك عليها القهوة التركية، تمام؟ أبغى أخلطها زين. بسم الله. طبعا أنا مشغلة النار، المية تقريبا دافية عندي، وأذوب القهوة داخل الطنجرة عشان ما تكتل. شايفين؟ هذه يا بنات طريقة القهوة العربية الأصلية. شفتوا المسلسلات البدوية القديمة؟ شفتوا المسلسلات السورية القديمة والعربية والسعودية وكل شيء، يوم يصبون القهوة وتنزل سودة، هذه طريقتها يا بنات. لذيذة لذيذة لذيذة. خلاص حنا صرنا ما نشرب إلا هي واعتمدناها يعني. زين خلاص كذا، بعد ما ذوبت القهوة بغطيها وأتركها على النار. كم أتركها؟ كل شوي أحركها، بس عادي بس أحركها علشان يعني ما تعلق ولا شيء. بخليها على نار، أول ما تتغلي أخليها على نار متوسطة، زين، وغطيها إلى أن توصل الكمية إلى وين؟ إلى أن توصل الكمية إلى النص، يعني أبغى الكمية هذه تقل، فهمتوني؟ خلاص كذا أغطيها إلى أن تغلي. إذا غلت بقصر النار إلى النص أو إلى الخفيف نوعا ما، وأترك القهوة تقل إلى النص أو يعني يتقلص حجمها. خلوني أطلع الصحن بس. خلاص الحين ابغى اغطيها وانساها الى ان تغلي. الحين ابغى ادخل معاكم بالمقادير. انا قسمتها لكم الف وباء وجيم علشان ما تهين مني. مقادير الف عندي كوب سكر بودرة وكوبين زبدة. طبعا زبدة بحرارة الغرفة
فيك تستخدمين اي زبدة انت حابتيها. انا بستخدم هنا نادك، تستخدمين لورباك، الشوكة والمل او الشوكة والسكين اللي انت حابة يعني. خلاص، وعندي هنا كوب حليب بودرة، وعندي 3/4 كوب زيت، وبيضتين وملعقتين فانيلا، وعندي مقادير جيم، كيلو طحين، كيلو طحين ابيض، وملعقتين بيكنج باودر. الطحين اللي بستخدمه هنا انا المطاحن الاولى، اللي هو المنتج السعودي، شركة المطاحن الاولى. يا بنات حلو، قلت لكم بجربه، طلع مرة حلو، طبعا معروف وغني عن التعريف، بس انا كنت اول مرة اجربه وقلت لكم يعني بشوف حلو ولا لا، طلع ممتاز. تمام، لو تلاحظون انا هنا ما توهت كوب الاكواب، بستخدم الاكواب الورقية المعتادة. خلاص، هذا الكوب الورق المعتاد علشان ما تهين بحجم الكوب، استخدم كوب الورق المعتاد، هو اللي هنا عاملته انا المقادير. الحين تعالوا معي نترك باء وجيم على بعض ونبدا بالف. ابغى اخلط كوبين زبده وكوب سكر ناعم، ابغى اخفقهم مع بعض لحدات ما يطلع المزيج عندي ابيض. والحين ابغى ابدا احط المكونات. اول حاجه راح احط السكر، وبعدين راح احط الزبده. فيك تستخدمين زي ما قلت اي نوعين زبده انت تبغى، اي نوع زبده انت تبغينها، بس اهم حاجه يا بنات، اهم شيء استخدمي زبدة بحرارة الغرفة. شايفين الليونة اللي بالزبدة معاي؟ لا، خلي الزبدة عندك بعد ذايبة أكثر من كذا، لأنه إذا حطيت الزبدة جامدة ما راح تعجن، تنعجن العجينة معاكي وراح يطلع فيه قساوة. برضو في نقطة ثانية، أنا ذكرت بالمقادير الأولية 3/4 كوب زيت، لا حطي كوب زيت، هذا كان غلط مني أنا يعني، فحطي كوب زيت كامل زي الذرة. لا تقولين الكمية كبيرة للزبدة والزيت، أبدا ما راح تحسين فيها وقت ما تسوين المعمول. تمام، عبيت كذا كوبين الزبدة وحطيتهم. الحين أشغل العجانة حقتي علشان الزبدة تتحول إلى اللون الأبيض. تمام، العجانة يا بنات اللي معاي اسمها كينوود، معاي له قرابة 6 سنين، الواضحة كماني عارفة كم، بس ما شاء الله تبارك الرحمن ممتازة. كيف تعرفين إذا العجانة كويسة ولا لا؟ لما تكون ثقيلة العجانة، كل ما كانت خفيفة كل ما كانت أردى نوعية، لكن كل ما كانت ثقيلة أعرفي أنه فيها جودة. طبعا ليش أنا أقول النقطة هذه؟ لأن وقت العجن تمام العجانة تعطي عزم، تعطي قوة، فتصير العجانة تتحرك يمين ويسار من الخف، فهمتي علي؟ لا، بس خذي العجانة اللي تكون ثقيلة وتثبت على الطاولة. الحين رجعت كذا للقهوة زي ما انتم شايفين، شيكت عليها كانت تغلي على النار، بس عطيتها تذويبة سريعة كذا، ورجعت ثاني مرة للخلطة. أثناء ما الزبدة والسكر مع بعض، حطيت هنا الزيت، كوب زيت، وحطيت كوب سكر، وحطيت بيضتين وكوب عفوا كوب حليب وبيضتين وكوب زيت وملعقتين صغار فانيلا. تمام، أحركهم كذا بإيدي بالخفاق اليدوي المعتاد، لا تجيبين خفاقة ولا شيء، بإيدك. أهم شيء إنه المزيج تحطينه هو مخلوط مع بعض. الحين تشوفون المزيج كيف يطلع، شايفين بالخفاق اليدوي العادي، أتم حرك حرك كذا إلى يصير عندك مزيج نوعا ما مطاطي. تمام، ترى الإيحاء يعطيك إنها صعبة، بس تراها مرة سهلة وبسيطة وسريعة، وما هي يعني تاخذ منك وقت أبدا. تمام كذا، فتحت العجان حقي وأبغى أحط المزيج فوقه كامل، أحطه وخليه يخلط ثاني مرة، يعني أخلط المكونات زين لحدات ما تتجانس كلها. يا بنات طريقة المعمول هذه فيكم تسوونها بالجوز كمان إذا أنتم حابين، مو شرط تسوونها بالتمر. تخلطين شوية جوز وشوية سكر ناعم وشوية ماء ورد، وأبدا تحشين فيها كمان إذا أنت حابة تغيرين عن التمر، كمان الجوز يمشي الحال، برضو الفستق الحلبي، يعني اللي أنت حابة. الحين أجي للبودرة، أحط هنا عفوا للطحين، أحط هنا كيلو طحين، وحط عليه ملعقتين أكل بيكنج بودر، وحركهم مع بعض. الخطوات هذه مرة مهمة، وإذا حابة كمان تنخلين الطحين يكون أحسن وأحسن، لو حابة تنخلين الطحين يكون أحسن. أي نوعية الطحين أنت حابتيها، بس يفضل تبعدين عن البر، لأن البر يعطي قساوة، اللي هو الطحين الأسمر. أبغى أشيلها خلاص، وأبغى أحط مكانها الخطاف، الخطاف علشان العجن يا بنات، والخفاقة علشان الخفق، فهمتوني؟ في كمان الخلاط، بس هذه خلاص احس انها تكفي مكان الخلاط يعني. ما علينا، ابغى احط شيء الحين الخفاقه هذه، وابغى احط مكان الخطاف لاني ابغى عجن، لان الخفاق ما يتحمل قوه العجن، ممكن ينكسر، فدائما استخدم الخطاف بالعجن. الحين خلاص نزلت المكونات كلها اللي من على الخفاقه، وابغى ابدا احط الطحين. ركبت الخطاف كذا،
ابدا الحين احط الطحين. الطحين يا بناتي نحط تدريجيا، لا تكفتين الطحين مره واحده لان راح تطلع معاكي قاسيه بالحيل. نزلي الطحين تدريجيا وهي تخفق، الطحين ينزل تدريجي وهي تخفق، هي تعجن زي ما قلت يا بنات. عجانتي كينود كينود يا ام ساره، تنصحين بالاجهزه هذه ولا لا؟ والله يا بنات الاجهزه هذه حيل حلوه، تفك عليكي ازمه، توفر عليكي وقت. قد ما قدرت تاخذوها قبل رمضان، فيك كمان يعني مو مشكله تاخذين يعني حاجه يعني جودتها اقل من كذا عادي، بس المهم خذوا اجهزه تساعدكم. في بنات سالوني بالفيديو اللي فات عن نايسر دايسر المقطعه يا ام ساره، من خذيتيها اللي بسكاكه تلقاها عند الجوف مول، تعرفون الجوف مول اللي بسوق قديم سوق البحر بالضبط، خذيت وحده لي وحده الماما الاصليه يا بنات، يكون عليها من فوق شعار مطبوع نايسر دايسر، بس اللي عندي مش مطبوع عليها شعار الامانه، بس ما شاء الله تبارك الرحمن جودتها عاليه وصناعتها حلوه، وما شاء الله قلت لكم لها قرابه تقريبا 5 سنين معاي. المهم انها كدت وعاشت معاي صراحه وقت طويل، بس انها الاصليه مش الاصليه. انا سمعت انه ناس يقولون نايسر دايسر الاصليه عليها الشعار، تمام، وانا قلت النقطه سابقا، لكن انا شفتها بعيني انه الاصليه فعلا عليها شعار نايسر دايسر، انا ما شفتها، تمام، كل اللي اشوفه بدون شعار، لكن القطاعه عمليه وحلوه وتوفر وقت. حابة تسوين إيدام، حابة تسوين خضرة، حابة تسوين اللي انت حابة تسوين فيها عادي استخدميها. كمان تقطع البطاطا أصابع طويلة يعني فيها عدة مقطعات من داخل، كمان يجي معاها مبشرة. المهم انها مرة حلوة يعني. خلاص خلصت الحين هذا العجين، حطيته هنا وجبت هنا التمر. شوفوا فيكم تجيبون التمر زي اللي اجيبه انا كذا، هذا يا بنات سمعني زعلتهم اللي يقول لي عادي صوتهم مو مزعج تسمعون بعضهم قالوا يا ام ساره غطيهم بقماشه ودخليهم مكان بس ارحمهم، فهمتوا؟ كمان ما اقدر اطيرهم لانهم يموتون، هذول ما يعيشون الا بالغابات الاستوائيه، وانا حبيتهم صراحه، بس لا تكلمت. شوفوا اذا سكت ما يقولون شيء، اذا تكلمت طلع هذا الصوت، ما علينا تحملوا صوتهم يعني. فيك تجيبين التمر هذا العجوه اللي يجي كذا مطحون وخالص، تمام؟ لين وقاضي. وفيكي انت تجيبين تمر تفصفصينه تحطينه على النار مع شويه زبده او مع شويه سمنه وتحركينه زين زين، وبعدين تحطين معه شويه شمر وشويه حبه البركه، عفوا شويه شمر وشويه ينسون، واذا عندك بهارات المعمول وصلى الله وبارك. لكن انا عندي هذه الجاهزه خلاص، بفكها وبوريكم شو اسوي فيها. طبعا خلونا نقرب نشوف هذا كيف صار. شوفوا هذا او هذه عجينه المعمول، شوفوا تنقطع بكل سهوله وبكل اريحيه. اهم شيء تقيدي بالمقادير، لا تقولين الزبده كثيره السمنه كثيره ما ادري ايش، لا تقيدي بالمقادير اللي ذاكرتها انا، كوبين زبده وكوب زيت، ها، والزبده لازم 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 تكون ذايبه حراره الغرفه، تمام. الحين خلونا كذا نروح نشوف التمر ونرجع. الحين ابغى افك التمر. في واحده كتبت لي تعليق قالت لي يا ام ساره اختصري بالفيديوهات. يا بنات يفترض انه يكون في بيني وبينكم يعني اخلاص ووفاء، طالما اني اقدم محتوى وانت تستفيدين منه، كمان انت حبي لي الخير انه انا استفيد برضو من الفيديو، لان لما احط فيديو مدته 10 دقائق تمام واتعب عليه وانا الفيديو ماخذ معاي وقت طويل حرام. هذه كمان انا لازم كمان استفيد من الارباح برضو، لانه الفيديو اذا كان طويل اكيد الارباح راح تكون اكثر. انا اول شيء احب اشرح بقلب، يعني احب اشرح بذمه وضمير، زي ما اشرح وقت كنت مديره مدرسه او معلمه احب اشرح كذا بذمه وضمير. فانت كمان تستفيدين، خلي كمان ام ساره تستفيد، يعني منها اشرح بذمه وضمير ومنها كمان انا اكسب يعني برضو وانت تستفيدين. الحين جبت هنا ينسون وجبت شمر، ينسون وشمر حبه كامله، تحطين ملعقه ينسون صغيره وتقريبا ملعقه شمر صغيره، تمام، وتطحنينهم مطحنه القهوه نص طحنه، مش طحنه كامله، نص طحنه يا بنات، نبغى فيهم شويه خشونه شوي، خلاص، وتصبينهم فوق التمرات عفوا، تتاكدين ان كل الكميه نازله، وبعدين تعجنينهم بايدك. فيك تلبسين قفازات او كلافس اذا حابه، لكن انا قاعده اطبخ لبيتي واهل بيتي، ايدي نظيفه. انا زي ما تشوفون طبعا انا ما عندي هوايه تطويل الاظافر، فأنا من النوع اللي ما أطول أظافري في بيتي، مو علشان أنا مثلا ما أبغى أطول أو أنا عيب على أحد، لا أبدا،
انا شخصيتي ام ساره كذا، ما احب الاظافر الطويله، فدائما اظافري مقصوصه في بيتي، ولما اطبخ ولا اشتغل ولا حاجه مطمنه انه يدي نظيفه اغسلها وكذا. فانا اطبخ لبيتي، ما اطبخ طبخات برا. يعني اذا انت حابه تلبسين قفاز او جلفز حتى وانت تطبخين لاهل بيتك عادي، انت حره، هذه يعني تعتبر حريه شخصيه. الحين ابغى ابدا اسوي التمر بعد ما عجنت، وتحطين على ايدك شويه زيت زيتون او زبده او سمنه اللي انت حابه، وتبدين تسوين كور زي مو انا قاعده اسوي كذا. المعمول هذا يا بنات من ألذ 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 أنواع المعمول اللي ممكن تجربونه. يا الله شقد طيب ولذيذ. تجربوه مع قطعة، مع فنجان قهوة الصبح، قهوة تركية أو قهوة عربية اللي انت حابة، لذيذ ويفك أزمة. كمان لا تنسون، أرجع عيد وزيد، لا تنسين صديقتك، جارتك، أمك، أختك، أهلك بعلبة صغيرة، والله مضر. شفتوا العلبة الصغيرة تعبينها؟ يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اذكري ام زوجك، اذكري اخت زوجك، اذكري اي احد بالاشياء البسيطه هذه، والله انهم يفرحون. انا ما اقول لك خذي لهم علبه كبيره، علبه صغيره فيها تقريبا 10 حبات 15 حبه، ارسلي لهم علبه كذا. يعني سبحان الله، اليوم يقول الرسول تهادوا تحابوا، الهديه سبحان الله تدخل السرور على قلب اخيك المسلم. فقد ما قدرتوا اهدوا بعض هذه الأشياء البسيطة. طبختي أكلة عندك بالبيت عجبتك، أغرف لجارتك منها. سويتي خبز عندك للبيت، حطي 5 أرغفة مع بعض ورسليهم لجارتك. مو شرط ترسلين حاجة مشبعة أبدا، أنا ما أقولك ارسلي حاجة مشبعة لا، بس ارسلي كذا بكمية يعني تفرح قلب جارتك، وإنك أنت على إنك إنه هي على بالك، أو أمك أو أختك أو أي أحد يعني. تمام، أسوي معاكم المعمول. خلاص خلصت هذا التمر كله، خلص. شوفوا علشان نسوي المعمول اول شيء تحتاجين قوالب، هذا القوالب. تمام، فيك تشوفين طرق بالانترنت اذا ما عندك القوالب كثيره، وانا تعبانه انه اشرح، بس مليان طرق كثيره. بس هذه القوالب اللي انا شريتها معاكم المره اللي فاتت في مكاسر الاسعار، بستخدم اليوم باذن الله تعالى هذا. خلاص، طيب تحتاجين كيس، وتحتاجين فوطه. الفوطه تطبقينها 3 كذا وتدخلينها جوا كيس، بس كذا صلى الله وبارك تحطينها عندك. تمام، طيب الحين نبدأ عاد نسوي المعمول مع بعض. ناخذ قطعة من العجين بالشكل هذا، شوف العجينة ما شاء الله كيف، تحطون فيها قطعة تمر وتسكرين، تكورينها. هذا القالب، تمام، طرف اصبعك تحطين شوية زيت، زيتين القالب كله من جوا. انا حاطة شوية زيت زيتون عادي، فيك تحطين الزيت اللي تبغين، تبغين بخاخ الزبدة اللي انت حابة، اهم شيء انه القالب يعني يتلين من داخل. حلو، فرشاية اذا حابة. وبعدين احط حبة المعمول، خلاص، وهنا على الكيس ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه حبة المعمول خلصت، شايفين ما شاء الله كيف، توزعينها بالصينية. ناخذ حبة ثانية، من أسهل، بكبرها شوي حسيت فيها صغر، من أسهل الطرق اللي ممكن تجربينها هذه، حالاتها تكون على جنبها، يعني انت وخواتك وامك، انت وحماتك، انت وبنات حماتك، انت وجارتك، يعني تسوونها كذا على جمعات احسن. شايفين، حطها هنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين، توزعينها داخل الصينية. أثناء ما أنا أسوي المعمولات حابة أتكلم معاكم بموضوع صغير كذا لفت انتباهي وحابة أنه أتكلم فيه. طبعا لما أتكلم بصفحتي، أنا ما لي علاقة بالناس، ولا لي علاقة بصفحات الناس، ولا لي علاقة بأي يوتيوبر ثانية. أنا لما أحط رأيي أنا بالصفحة، أنا أم سارة، ما أهمز ولا ألمز على أي أحد.
أنا أتكلم على العادات المقيتة اللي صارت تجينا بشهر رمضان، غزو المواعي. أنا ماني عارفة شو السالفة اللي إحنا قاعدين نمر فيها بغزو المواعين، يعني أحس أنها صارت غزو مواعين مش شهر صيام. تمام، كولوا واشربوا بس بدون إسراف. أذكر موقف من المواقف صار معاي، أذكر أني مرة دخلت رتاق، كان تقريبا قبل رمضان بيومين، أباخذ الله يكرمكم جزمة لبنيتي. فلما دخلت، تعرفون رتاق أنتم قسم أواني منزلية مواعي، فكان في ثنتين وقفات، فتقول الثانية تقولها خذي صينية الفرن هذه اللي لونها زهري، قالت الثانية إيه بس عندنا واحدة تشبهها، قالت عادي مو مشكلة أهم شيء عشان التصوير. أنا كذا وقفت كذا براسي أقلب الفكرة، يعني ليش وصلنا للمرحلة هذه، من مرحلة إنه إحنا يصير عندنا تبذير بالأواني بالمواعي؟ ليش؟ يعني لا جاء رمضان نتنافس على المواعين والأشياء الثانية. أنا والله ماني ضد تزيين السفرة، ولا أنا ترى ما أقولكم حطوا بصحن ورقية ولا كل بصحن ورقية أبدا، أنا أتكلم على نقطة الإسراف في كل شهر بالمواعين. نمد السفرة من أولها لآخرها مواعين جديدة، هذا حالنا كل شهر رمضان. طيب المواعين القديمة شو أسوي فيها؟ عادي أركنها. عشان إيش؟ عشان أصور. يعني هذا يا بنات والله العظيم من باب الإسراف، من باب الإسراف. حتى لو خذيتيها من أبو خمسة والله من باب الإسراف. طبعا أنا ممكن أنه أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع، بس من باب التذكير، ذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. المبلغ اللي أنت تطلعينه بحق المواعين هذه تصدقي فيه، اجمعيه. المهم شوفي لك صرفة أفضل من كب المواعين. إذا أنت من النوع اللي تطبخين وتحبين تغيرين بصحون المواعين والأشياء هذه، أو أنت قاعدة تحطين ضيافات علشان الناس يشوفون، تراكي غلطانة. تمام، تراكي غلطانة. الناس هذولا ما راح يفيدونك إذا وقفتي عند رب العالمين وأنت من النوع اللي تصرفين بالمواعين. عادي كرري المواعين، لأن اللي يبغى يجرب الطبق ولا يجرب الطبخة ولا ما أدري إيش ما راح يجربها بالصحن. فهمتوني؟ فعلى قدر الإمكان يا بنات الله يرضى عليكم، نحاول نخفف من سالفة الإسراف بالمواعين اللي قاعدة تصير، اللي هالغزو هذا اللي صاير علينا من سالفة المواعين اللي أنا قاعدة أشوفها أشياء بالهبل، سواء بالإنستغرام سواء باليوتيوب. الله يزيد كل الناس والله يعطي كل الناس، وبالعكس يعني الواحد يوده سفرته تكون حلوة، سفرة تكون زينة، بس مو بالشكل المبالغ فيه. طول 30 يوم وإحنا قاعدين نشوف صحون جديدة قاعدة تطلع، حتى لو رب العالمين يعني أنعم علينا. بس كذا خلصوا المعمولات، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن المنظر، شايفين لونهم كيف أبيض وحلو. الحين بدخلهم يا بنات على الفرن يتشقرون من تحت بعدين من فوق، لا تولعون على المعمول من فوق ومن تحت، لا من تحت ياخذ لون ذهبي وبعدين من فوق. الحين أدخل هذول للفرن وبنكمل هذول علشان التفريز وأعلمكم كيف تسوون. والحين تعالوا معي ندخلها للفرن ونروح نشوف القهوة اللي نسيناها. هذه القهوة شوفوا كيف نص الكمية راحت خلاص، تمام، نص الكمية بالضبط يا بنات اختفت. شوفون الحين المرحلة الأخيرة، تمام، احتاج هنا هيل مطحون تقريبا ملي ملعقة، تقريبا ملي ملعقة هيل بوزع بعد شوي. خلاص كذا شمول الريحة، بس يعني البيت معمول وقهوة اليوم، الريحة اليوم بسوي على الغداء بإذن الله تعالى شاورما بناء على طلب زوجي، يحب الشاورما اللي أسويها، فقال لي سوي لي اليوم شاورما وحط لي بطاطا وبيبسي، قلت له أبشر. شايفين خلاص يا بنات يغلي الحين غلوتين وبعد كذا اطفي عليه نهائي واوريكم شو راح اسوي. غلت لها غلوتين مع الهيل، شوفون الحين اطفي عليها النار. الحين جاء دور اكمل تصفيه القهوه. تجيبين شاشه او اي شيء انت حابتي، اهم شيء حاجه زي الشاش. انا عندي كيس هنا، هذا الكيس اللي اسوي فيه اللبنه، اسوي فيه القهوه، اسوي فيه الجبنه، الزبادي، اغسله بالغساله اذا خلصت. المهم بصفي فيه القهوه كامله علشان كل الحث اللي يطلع. اجيب كذا طاسه نظيفه وادخل فيها الكيس وابدا اصب القهوه. ديري بالك تراها حاره، شوفوا كثر الطحل اللي تحت، الطحل مره كثير. وابدا كذا اصفي القهوه زي ما انتم شايفين بالطريقه هذه، تعصرينها كلها، تتاكدين الميه كلها نزلت علشان الحث اللي ظل فوق، وتصير القهوه صافيه وخفيفه وحلوه. بتشوفون اخر الفيديو باذن الله تعالى كيف نسويها مع بعض. الحين بعد ما صفيتها
يكون في بالطاسة زايد طحل، تفضلون اللي بالكيس الطحل أو الحثل بداخل الطاسة اللي بالبداية اشتغلنا فيها، وترجعين تعبين الطاسة نصها مي، تمام؟ شفتوا أربع جاكيات، تعبين جاكين بس، وترجعين تخلينها تغلي من أول وجديد بدون ما تحطين هيل، بس تخلينها تغلي، وبعدين ترجعين تصفينها ثاني مرة وخلاص تتخلصين من الحثل، وكذا تطلع عندك قهوة صافية. خلاص الحين خلص المعمول حقي، شوفوا أبوريكم من داخل كيف، حاجة يا بنات من الآخر. شوفوا يا بنات، تعرفون البسكوت، بسكوتة بسكوتة بسكوتة، جربيها، أنا متأكدة الكل يبي يسألك على طريقة المعمول هذا، بيقولون لك كيف مسوي المعمول، لذاذة لذاذة لذاذة، جربوها مع القهوة التركية. طبعا القهوة أنا لسه ما خلصت، شوفوا احنا ما سوينا ثلاث جاكيات من القهوة، شوفوا طلع معاي بس مقدار جيك واحد، تمام؟ لكن شوفوا الكمية ايش كثر سوت لي. طبعا بلها طريقة، الحين تجيبين علب لأنه احنا نبغى نفرزنها أكيد، تمام؟ أفتح العلب كذا، ما أتوقع تاخذ أربعة، أتوقع تاخذ ثلاثة، وأبدأ أصب القهوة هنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا سمك القهوة وثقلها كيف، خطيرة خطيرة خطيرة، ودي بس تشمون ريحتها كيف، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا بنات حيل موفرة ومدبرة، هذه الطريقة توفر معاكي ميزانية مرة كبيرة. زي ما انتم شايفين هذه القهوة عندي خلصت، طلع معي علبتين ما شاء الله تبارك الرحمن مليانة. طيب يا أم سارة كيف طريقتها؟ انت تبغين تسوين قهوة، تجيبين الركوة خلاص، وتاخذين من هنا ملي فنجان، يعني تعبين فنجان قهوة بس، تكبينه هنا وتحطين فوقه ثلاث فناجين مي، يعني كل فنجان ياخذ ثلاث فناجين مي، فهمتي علي؟ يعني كل فنجان قهوة تصبين فوقه ثلاث فناجين مي، وتغلينه على النار وتصبينه بفناجين وتقدمينه. هذا تحطين له سكر أثناء الغلي أنت حرة، بس يا بنات شوفوا ما شاء الله كبر الكمية اللي طلعت، متخيلين؟ يعني كل فنجان هنا يسوي ثلاث فناجين، ما شاء الله تبارك الرحمن، القهوة مركزة، ويوم تشربونها تحت ما تلقون طحل، تلقونها نظيفة، الفنجان نظيف من جوا، فهمتوا علي؟ طبعا الطعم والنكهة خرافية، تحفظينها بالفريزر لو حابة سنتين ثلاثة أربعة ما في مشكلة. طبعا البعض يقول يا أم سارة طيب الوش حقة القهوة، القهوة الأصلية ما فيها وش من فوق، ما فيها رغوة، تمام؟ القهوة الأصلية المضبوطة بدون رغوة على الوجه. فأنا سابقا سويت معاكم القهوة مرتين، سويتها معاكم برغوة وسويتها معاكم بدون رغوة، بدون وش يعني. لكن احنا بالبيت كلنا ما نحب القهوة اللي فيها وش على الوجه، نحبها كذا، قلت لكم اياها سابقا، ما حد يحبها باللي بها وش الا اختي الكبيرة فقط، هي اللي تشربها بالوش اللي فوق، تمام؟ لكن كلنا نشربها كذا. الحين عادي تدخلون الفريزر، مدة صلاحيتهم يا ام سارة عادي يا بنات، بالثلاجة تحت مدة صلاحيتها أسبوعين، حلو؟ وبالفريزر ما لها تاريخ صلاحية. إذا حسيتي إنه ما في أحد قاعد يشربها عندك في الثلاجة تحت، عادي ارجعي فرزنيها، ترجع تتفرزن من أول وجديد بكل أريحية. من أنتي حابة تحطينها بعلب زي كذا عادي، حطيها بعلب عادية لها أغطية اللي أنتي حابة يعني، بس أنا أشوفها كذا صراحة أنظف وأحسن العلب من أبو خمسة، وتأكدوا من الأرقام اللي تحت، رقم خمسة هو الآمن للحفظ، تمام؟ تعالوا الحين خلونا نشوف المعمولات. هذا شو المعمول، أبوريكم شو صار فيه، ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين؟ طبعا يا بنات جامد، تجاهل حبة سارة هذه، عاثت بالدنيا الفساد. شوفوا أنا فرزنت كل حبة الحال، حطيت بينهم ورقة زبدة علشان ما يلزقون، لازم أول مرة بعد ما تبغين تفرزنينهم خلاص تسوينهم كلهم، تحطينهم في صينية وتحطين ورقة زبدة علشان ما في حبة تلزق بالثانية، تمام؟ بعدين عاد تبقين فرزنة في الولد. المعمول ما ينفع تفرزينه بأكياس، تحطينه بأكياس بالفريزر ما ينفع، لأنك إذا حطيتي فوقه ثقل احتمال ينكسر، حلو؟ طيب خلونا نجيب كذا ورق زبدة، جبت كذا ورق زبدة، باخذ ورقة أحطها بالأسفل وأبدأ أعبي عبات حبات المعمول، ما شاء الله تبارك الرحمن، أي شكل فيكي تستخدمينه استخدميه. طبعا القوالب اللي معاي انا استخدمتهم، شريتهم معاكم اخر مره من محل زمن التوفير، رخامتهم كانت حلوه بس النكشه ما كانت محفوره زياده، فهمتوني؟ فدوري على قوالب تكون افضل، يعني ما عجبوني زياده بس يعني مشون الحال، حلوين يعني، ممكن تستخدمين الملقط ما في مشكله. وابدا الحين اعبي المعمول بالعلبه، المعمول يا بنات تحطينه بالفريزر عادي يجمد،
اذا بغيتي تدخلينه للفرن تجيبين الصينيه حقه الفرن وما تحطين تحت ورق زبده عادي لانه اصلا هني فيها سمنه كثيره تمام، وتخلينها تفك فك كامل، لا تدخلينها الفرن وهي ما فكت، لا تخلينها تفك فك كامل وبعدين تدخلينها للفرن تحمرينها من تحت وبعدين من فوق وبعدين استمتعي ألذ معمول. زي ما قلت لكم ضروري انه تفك فك كامل، المعمولات يفكون وبعدين يدخلون الفرن. مدة الصلاحية يا بنات تقريبا سنة يقعدون جوا الفريزر، واستمتعي بألذ معمول. اذا كنتي عاملة جوز رشي على الوجه شوية سكر بعد ما يطلعوا من الفرن، اما التمر انا اشوفه بدون سكر افضل، لكن الجوز احنا متعودين عليه يكون على وجهه يعني سكر ناعم، وعليكم يا رب بألف عافية. خلاص زي ما انتم شايفين بالطريقة هذه حطيت المعمول، طلع معي علبتين مليانات صراحة، علبتين فيهم الخير يعني. فوق يا بنات كذا بحط ورقة زبدة، خلاص كذا هذا المعمول وهذه القهوة. أتمنى من كل قلبي تكون طريقة اليوم فادتكم وتكونون استمتعتوا واستفدتوا. يا بنات هذه مش تفريزات رمضان، هذه تفريزات حلويات، وحدة تريد تولد، أنت مناسبة، أنت مثلا تبغى تعطي أحد كمية كبيرة تبيع تستفيد، متأكدة من هذه الطريقة، جربوها ودعوا لأمسارة واذكروا والدها بدعوة. أتمنى من كل قلبي إني قاعدة أنوع لكم بالقناة، وأتمنى من كل قلبي إنكم كذا سعيدين وفرحانين معي بالقناة. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى، انتظروني فيديو جديد. إذا حبيتي قناتي لا تنسين تشتركين عند أم سارة بالقناة، وإذا حبيتي الفيديو لايك صغير على تعب أم سارة، لأن الفيديو هذا أنا حيل تعبت فيه. تخيلوا الحين الساعة تقريبا 6، يعني خذ مني وقت صراحة. أشوفكم على خير بمشيئة الله تعالى. كذا أنا أقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.